كان في ثلاث كلمات مش اكتر من كده عشان نكمل عشان نقدر الحلقه دي نقدر ننهي الموضوع. دكتوره مي ازيك اخبارك ايه؟ زي حضرتك. ابتدي من اي حته انت عايزه تبتدي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا خاتم المرسلين عليه الصلاه والسلام. انا عايزه ابتدي في الموضوع من الكلام اللي حضرتك قلته من بدايه الحلقه لان هو ده بالظبط اول خطوات او الخطوات الاساسيه في مشروع انوخ وبدايه مشروع الشعاع الازرق. اللي هو نفس الملخص اللي حضرتك قلته عن الحلل الفترة اللي فاتت وده كلام مهم جدا لأن قبل ما ندخل في النقاط اللي هي علمية أو تمس حاجات علمية وشرحها عايزين نتكلم في النقطة دي لأن هي من أهم النقاط أهم من أي حاجة تانية إن هي دي أساس المؤامرة اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت إن هي اللي احنا فيه هي حرب روحية للاستحواذ على الإنسان أو البني آدم وتفكيكه تماما تفكيكه إيه بقى؟ تفكيك وعيه وتفكيك إيمانياته بصورة تامة وهو ده اللي احنا عايشين فيه. يعني احنا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن جميع رسل وأنبياء الله حذروا من فتنة الدجال وليس الدجال كشخص. فتنة الدجال اللي احنا عايشين فيها خاصة يعني طول القرن اللي فات ووصلت لذروتها الحالية. ذروتها الحالية تتمثل في الفوضى العارمة اللي احنا بنمر بيها حاليا واللي هي فوضى اتحشدت ليها من زمان يعني عدة فوضى مرتبة يعني ومنهجة ممنهجة جدا للوصول للحالة الحالية اللي هي الفوضى التي تسبق عصر الدجال. الفوضى دي مخطط ليها من زمان جدا بوسائل تقنية ووسائل نفسية وبعدين بتمارس يعني بكافة المستويات سواء إعلاميا ثقافيا اقتصاديا سياسيا على كافة الأصعدة للوصول للحالة الحالية. الحالة الحالية اللي احنا فيها اللي هي حالة صرف الإنسان التام عن الأزمات الحقيقية عن الدين الحقيقي عن المنهج الرباني القويم انك انت تبص تحت قدمك وتبقى بمعزل عن الخطورة اللي انت فيها وتخوض في هذه الفوضى العارمة والمصالح الشخصية الضيقة بحيث ان انت عمال تتدمر 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 تقدم وطنك وتقدم نفسك على طبق من فضة للأعداء الحقيقيين دون ان تعلم وانت في داخلك يعني زي اللي ربنا وصفهم سبحانه وتعالى اللي هم ماشيين في الضلال وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ان انت سواء احنا في داخلنا سواء المتدينين او الغير المتدينين احنا عندنا كلنا سواء اللي تبع دين او اللي مش تبع دين في فطرة داخل الانسان فطرة ربنا زرعها داخل الانسان الفطرة دي تم تخريبها او تم العبث بيها وهو ده اللي احنا عايشين النتائج بتاعته دلوقتي. احنا مثلا لو اخدنا مصر كنموذج في اللي حضرتك كنت حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي مصر احنا عمالين نتطاحن وبنتبع مقولة إذا غضب الله على قوم رزقهم طول الجدل احنا عمالين نتصارع بنتدمر وغافلين تماما ان مصر في عز أزمة اقتصادية رهيبة ما عندناش احتياطي نقدي احنا على وشك الدخول في مجاعات احنا مش واخدين بالنا ان حاجة 90% من أكل الفقراء احنا بنستورده يعني حاجة 90% من الفول والعدس والزيت احنا بنستورده زيت الذرة حوالي 92% بنستورده لما حضرتك ذكرت من شوية دي كارثة دي مصيبة المصانع بتاعتنا متوقفة تخفيض مثلا التصنيف الائتماني بمصر ضاعف أسعار السلع والخامات المستوردة المصانع بتاعتنا واقفة الطبقة اللي هي العاملة مطحونة حاليا محدش لاقي يأكل بيته مش بس الفقراء. تاني حاجة انت عندك الشعوب العربية شعوب فتية احنا قلنا مثلا مصر حاجة 60% شباب انت الشباب دول خلال سنوات سيطرت عليهم بالإعلام والتعليم الفاسد البعيد عن الحقائق العلمية اللي هي توصل ان انت تبقى انسان منتج او انسان ماشي على ركب العلم الصحيح او الانسان اللي تقدر تفيد بلدك فاحنا الشباب على مدى سنين بنحطمهم داخلين بنقتل احلامهم بنقتل كذا بحيث ان احنا حولناهم لقنابل مستعدة للتوجيه موقوتة مستعدة للتوجيه مستعدة للتفجر في اي وقت. فالحالة دي على فكرة هي بالأساس خطوة الأولى أو أحد أهم خطوات مشروع إنوخ وأحد الخطوات الأولى في مشروع الشعاع الأزرق اللي هو تفتيت الإنسان نتيجة لأنك تستحوذ
تماما عليه وبعده عن المنهج الرباني حتى اللي بيتكلم عن الدين. وعشان كده اسمح لي حضرتك ان انا برضو انا عايز اقول تحذير مهم جدا جدا. المره اللي فاتت لما حضرتك سالتني عن موضوع النيزك وذكرت ان النيزك تم تصنيعه ممكن لو في وقت بعد كده نفتح مثلا مشروع عسكره الفضاء وازاي انت ممكن تحدث ظواهر طبيعيه وباشتراك تقنيات اخرى معاها زي مثلا سلاح حرب اللي اتكلمنا عليه او الشعاع الازرق اللي احنا اتكلمنا عليه وهنواصله النهارده. ففي الفتره الحاليه في قدره على احداث ظواهر طبيعيه متمثله في حاجات كتير جدا زي مثلا ظاهره النيازك، زي ظاهره الزلازل، التسونامي، الاعصار، الكذا، حاجات كتير جدا. يعني حتى كان اخرها واللي كان بيستنكر ازاي يعملوا اخرها مثلا اعصار ساندي مثبت ان هو مصنع وكان موجه للولايات المتحده مش لنا بس. اللي انا عايزه احذر منه وارجو ان الناس تاخده بجديه ان احنا زي ما قلنا شهر ابريل والله اعلم طبعا كل حاجه يعني اولها ان العلم عند الله وحده لا احد يتدخل في الغيب، لكن من تحليل امور كتير احنا مقبلين بصوره او باخرى على مرحله تصعيد ممكن تبقى غايه في الدمويه واشعال شراره الحرب العالميه الثالثه اللي هتكون فيها قوانين مختلفه جدا للحرب. الحرب دي انا اسفه ان انا اقول يعني انا ما بحبش ان انا ارعب الناس او ان انا مثلا يعني اسبب لهم اي مخاوف، لكن في نفس الوقت الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ان المؤمن كيس فطن. يعني لا 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 الواحد يعني يرعب الناس او يخوف الناس في امور في علم الله وحده والله قادر عليها، ولا ان هو يتجاهل امور هامه. احنا الفتره اللي جايه في مليون مؤشر ودليل على اننا داخلين مرحله تصعيد دمويه جدا جدا. والمرحلة دي على فكرة ممكن بين البشر يعني يعني حرب ضروس بصراحة. يعني أنا عايز أقولها من الآخر إحنا داخلين على مرحلة حرب ضروس، وعلى فكرة احتمال كبير جدا إنها تبقى خلال الأيام الجاية دي، حتى في احتمال إنها تبقى من بكرة. هنشوف بعض البوادر. أنا مش بخوف الناس، ودي قبل الحدث الطبيعي المنتظر اللي احتمال كبير جدا يكون في النصف الثاني من إبريل. فعشان كده ما عادش في وقت لتحذير الناس. طب تحذير الناس انها تعمل ايه؟ تحذير الناس ان اولا ما تفكرش في حكاية ان احنا مثلا دايما نقول يلا نحارب يلا نحرر مش عارف ايه يلا بتاع. ليه؟ لازم تستوعب يعني ايه حرب، يعني ايه قوانين حرب حالية، لان القوانين الحالية مختلفة تماما عن القوانين السابقة. تاني حاجة لازم تعرف انت ايه وضعك الحالي. لازم تعرف ان الحرب مش موضوع جيش بيقابل جيش ابدا. دلوقتي موضوع الحرب دلوقتي ان انت لازم تبص انت بلدك في اي وضع، انت منهار اقتصاديا، هل عندك مؤونة تكفيك انك انت تدخل في حرب؟ لازم تحط لك محاذير ان احنا دلوقتي هو الوقت الحالي اللي لازم نلم فيه نفسنا ولازم نتقي الله، لان احنا داخلين بصراحة يعني سامحني ان انا هقولها من الاخر احنا داخلين على مرحلة خطرة جدا في المنطقة العربية وهتنال من الجميع. الوقت الحالي هو وقت ان احنا نتقي الله في البلد ونتقي الله في انفسنا، لان كلنا هنندم، لان احنا دلوقتي بنقدم بلداننا على طبق من فضه للاخرين، واحنا عارفين كويس جدا ان هم عاجلا ام اجلا كانوا هيشعلوا الحرب العالميه ابتداء من العام السابق وهي محضر لها او مجهز لها حاليا، منتظره شراره الاشعال ولكل الفصائل مستعده ليها. يعني احنا بنشوف دلوقتي حاجات تحت مسميات وجبهات تحت مسميات جديده وكذا تحت مسميات وحاجات بتتحرك هنا وحاجات بتتحرك هنا. مش عايز اقول ان معظم الفصائل دي تم تكوينها عشان يتلعب بيها في الفتره الحاليه في الحرب القادمه اللي هي قد تكون قريبه جدا وقد تكون خلال ايام. فارجو ان الناس ما تاخدش ده على انه نوع من التخويف او نوع من الرعب، لكن نبتدي حالا وفورا وبدون اي جدل ان احنا نرجع لثوابتنا الدينيه، لان الحرب القادمه زي ما قلت على قد ما في امكانيات حرب وقوانين مختلفه، لكن 80% من اللي جاي يعتمد على الخداع ويعتمد على اضعافك انت من الداخل. لن يستطيع احد هزيمتك الا اذا انت هزمت من الداخل.